أبنائي أهلا أبنائي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الرسم الفني للصف الثاني، شعبة ملابس جاهزة. إن شاء الله النهاردة هنبدأ ندرس مع بعض مادة الرسم الفني، أو بنطلق عليها مادة رسم الباترون أو رسم النماذج. كل الأسماء دي بتبقى هياها معناها مادة رسم الباترون. طيب المادة دي بتاعتنا السنة دي إحنا بندرس فيها بعض الأجزاء الفنية. طبعا بنتعلم فيها إزاي نبدأ ناخد مقاسات للجسم للشخص اللي قدامي، لو انا حابب ارسم له باترون علشان انفذ له قطعه ملبسيه. طيب انا عندي اهداف معينه للماده بتاعتي، طبعا ماده رسم الباترون ماده كبيره ومتشعبه وفيها قطع فنيه كتير جدا جدا. احنا كل سنه بندرس مجموعه او جزئيه من القطع الفنيه دي، وبندرس لها الباترون الخاص بيها، والباترون الخاص بيها بيكون ليه تقسيمات معينه وجداول معينه احنا بندرسها على مدار السنوات بتاعتنا. يعني انا لما بكلم طالب او طالبه للتعليم الفني شعبه الملابس الجاهزه، لازم بمجرد ما اقول له كلمه رسم الباترون يكون مدرك على طول معنى الكلمه، وان هو ازاي ممكن ينفذ قطعه ملبسيه وازاي يجهز لها الباترونات الخاصه بيها. احنا طبعا عندنا الماده بتاعتنا ليها اهداف. ايه اهدافنا السنه دي اللي احنا هندرسها سوا؟ قال لي اول حاجه انا المفروض ان انا ببدا اتعرف على الجدول الخاص بالمقاسات بتاعتي، وطبعا الجدول ده السنه دي احنا هناخد جداول خاصه بالاطفال. بجداول الاطفال قال لي لازم اعرف ازاي باخد المقاسات، ولما بتكلم على ازاي اخد المقاسات قال لي طبعا ليها تكنيك وطريقه معينه، مش انا باخد المقاسات كده عشوائي، لا ده ليها طريقه محدده وهندرسها سوا مع بعض. قال لي كمان ببدا ان انا اتعرف على الطريقه الصحيحه لاستخراج المقاسات دي من الجدول. انا عندي جداول، والجداول دي معتمده، والجداول دي عالميه على مستوى العالم، موجود منها خاص بالاطفال لكل فتره عمريه محددة أنا بلاقي فيه جدول خاص بيها. يعني من سن سنتين لسن 6 سنوات في جدول معتمد، من سن 6 سنوات أو من سن 7 سنوات لسن 12 سنة في جدول تاني، والجداول دي بتساعدني في أن أنا أخد المقاسات وأطلعها أستخرجها من الجدول بتاعي بكل سهولة، بمجرد ما أنا بعرف طول الطفل تقريبا قد ايه وعمره، بناء على التحديد ده انا بقدر استخرج المقاسات الخاصه بيا لرسم الباترون، استعدادا لرسم الباترون اللي موجود عندي. ايه تاني من ضمن الاهداف اللي انا بحتاجها؟ قال لي او اللي بدرسها السنه دي، قال لي كمان انا هبدا ادرس النموذج الخاص بفستان الطفل، وكمان هدرس المردات، المرد البسيط، وهنعرفه ازاي انا برسم المرد البسيط، هنرسم الاكوال، وهنرسم القميص الافرنجي، هنتعرف على طريقه رسم النموذج الاساسي للبنطلون الطويل، كمان هندرس النموذج الاساسي للقميص الرجالي، وهندرس النموذج الاساسي للبنطلون الرجالي. ده المنهج بتاعنا او اهدافنا طول السنه، ترم اول وترم تاني. طبعا بتتقسم على اجزاء. اول حاجه انا هبدا اتعرف عليها النهارده وهبدا اراجعها معاكم هي مين؟ قال لي طريقه اخذ المقاسات على الجسم، ابعاد الجسم. انا باخد الابعاد ازاي من على الجسم بتاع الطفل اللي موجود عندي؟ اول حاجه اقول لك انا لما باخد القياسات يا اولاد على من على الطفل او من على جسم الطفل، لازم الطفل يكون لابس ملابس داخليه، علشان ما ينفعش يكون لابس ملابس وليكن شتويه او ملابس ثقيله او ملابس فيها كشكش او كرانيش او اي حاجه، او بنطلون او لابس فستان او جلباب، ايا كان نوعيه القطعه الفنيه اللي هو لابسها او القطعه الملبسيه، مش هينفع اخد من عليها او احدد من عليها المقاسات بتاعتي. امال ايه؟ قال لي انا لازم الطفل يكون لابس الملابس الداخليه، وبحدد عندي خط الوسط، ولكن بحزام او بشريط صغير اربطه على خط الوسط، وبعد كده ببدا اخد الاجزاء المقاسات بتاعتي. طبعا انا بحتاج في المقاسات مجموعه كبيره من المقاسات، في حاجات متعارف عليها سهل ان انا اخدها من على الطفل، وفي اجزاء تانية الجدول هو اللي بيحددها لي. طب انا لما اجي اخد المقاسات من الطفل او من على جسم الطفل او ابعاد جسم الطفل، بستخدم ايه؟ قال لي بستخدم حاجه اسمها المازوره او شريط القياس. شريط القياس ده او المازوره نفس الاسم يا اولاد، هو المازوره هي شريط القياس. شريط القياس ده قال لي هو بيكون شريط، الشريط ده بيكون مقاسه من سنتي الى 150 سنتي، وبيكون من ماده من ماده مرنه لكن غير مطاطه. يعني مش ممكن انا اشد شريط المازوره دي تمط معايا فهتديني مقاسات مختلفه وتتغير من مقاس للتاني. قال لي لا، دي بتكون من ماده
مطاطة، لا من مادة مرنة لكن غير مطاطة، وبتكون محددة من الطرفين بقطع معدنية علشان أحافظ على المزورة بتاعتي من أي التواءات أو إن هي تتغير أو إن هي تبوظ أو تتلف. طيب بمسك المزورة دي وأبدأ آخد أول حاجة في المقاسات اللي موجودة أو أبعاد جسم الطفل، هي مين؟ دوران الصدر. يبقى أنا عندي في أول حاجة بحتاجها دوران الصدر، وممكن نقول عليه محيط الصدر. لما ألاقي كلمة محيط هيها كلمة دوران، دي زي دي، وباخد دوران الصدر أو محيط الصدر من الطفل. طيب بعد كده قال لي في حاجة مهمة، لو أنا أحب أحدد الطول الكلي أو طول الطفل بحدده إزاي؟ قال لي لازم باجي على ظهر الطفل من ورا مع بداية مع نهاية خط مع نهاية الرقبة بتاعتي وبداية الأكتاف، في منتصف جسم الطفل بيكون في عظمة بارزة شوية، ودي على فكرة موجودة فينا كلنا في كل الايه في كل البشر. قال لي العظمة دي انا منها ببدأ احط المزورة بتاعتي او اثبت المزورة بتاعتي عند بداية العظمة البارزة دي واحدد الطول اللي انا عايزه. لو عايز طول الظهر باخد لغاية ايه لغاية مقاس الوسط، لو انا عايز الطول الكلي باخد لغاية فين؟ لغاية الأرض طبعا. لا ده أنا بحدد الأطوال دي ليه؟ قال لي عشان لما أرسم الباترون بتاعي يكون متناسب ومتوافق ويطلع مظبوط مع الأبعاد الخاصة بالطفل اللي موجود عندي. إيه تاني؟ نرجع هنا كده، قال لي أهو لما باجي أستخدم شريط القياس ده قلنا بيكون بخط مستقيم مش مايل. وإيه كمان؟ قال لي لما باجي اقيس طول الظهر او الجسم زي ما اتفقنا من على العظمه البارزه خلف الرقبه وبقيس سواء خط الوسط او لغايه خط تحت لغايه عند الارض. ايه كمان؟ قال لي في عندي مجموعه من المقاسات مهمه جدا. ايه المقاسات اللي انا بحتاجها؟ قال لي بحتاج محيط الصدر، بحتاج محيط الخصر، وكلمه الخصر هي الوسط، ومحيط هي دوران. يبقى انا لما الاقي كلمه محيط يبقى المحيط ده هو الدوران، لما الاقي كلمة دوران يبقى هو المحيط، ومعنى كلمة الخصر هي الوسط، يبقى هنا. طيب ايه تاني من المقاسات؟ انا بحتاج محيط الصدر، بحتاج محيط الخصر، بحتاج محيط الارداف، بحتاج محيط الرقبة، بحتاج عرض الظهر، طول الظهر، محيط الذراع، طول الكم، محيط الرزغ. وكلمة محيط الرزغ، الرزغ ده اللي هو ايه؟ اللي هو نهاية الدراع مع بداية الكف بتاع الايد اللي هو بيبقى عنده مكان الاسورة. وانا بحتاج محيط الرزغ ده يا ولاد لما اجي ارسم اسورة لازم اخد مقاس محيط الرزغ. وفي عندي كمان طول الكتف، في عندي محيط الوسط او دوران الوسط ده انا بحتاجه كمان، والطول الكلي. قال لي ايه ده كل دي مقاسات؟ قال لي ده في كمان مقاسات تانية هنتعرف عليها من خلال الجدول. اهو ناخد مع بعض كده وليكن نموذج معين من الجدول. قال لي انا هنا هتكلم على جدول الخاص بمقاسات الاطفال من سن سنتين لغايه 6 سنوات. لما اجي احدد انا واستخرج المقاسات لازم اول حاجه بحددها هي مين؟ بحدد طول الطفل. ليه بحدد طول الطفل؟ لاني احيانا الاقي طفل ممكن يكون سنه 5 سنين او 6 سنوات، 5 سنين او 6 سنوات، والاقي سن جسمه صغير شويه مش زي اصحابه او اقرانه. وده بنلاحظه في المدرسه لما بنيجي نشوف الاطفال، بلاقي في اطفال قصيره، في اطفال صغننه، في اطفال طويله شويه، في اطفال جسمها بيبقى متناسب مع سنها، في اطفال بتبقى سمينه او مليانه شويه. كل ده بيختلف على حسب الجينات الوراثيه الخاصه بالعيله او مدى مثلا نظام التغذيه الخاص بالطفل اللي موجود عندي. فانا اول حاجه بحددها هي مين؟ بحدد طول الطفل، واشوف الطول ده متناسب مع السن ولا لا. لا لقيت الولد طوله مش متناسب مع سنه، ده اصغر شويه، يبقى انا هتعامل مع المقاس الاصغر. يبقى انا على حسب الطول باخد المقاسات بتاعتي، مش شرط ان انا اخد ايه على حسب السن بتاعي. طيب هنيجي هنا كده وليكن ناخد مثال من الامثله اهو. انا عندي وليكن هاخد طفل، هاخد مقاسات خاصه بطفل سن 5 سنوات، بلاقي عندي في حاجه اسمها محيط الصدر. كنا بنقوله محيط الصدر اللي بناخده ايه كدوران للصدر الطفل. وفي عندي محيط الخصر، اهي المقاسات الخاصه عندي محيط الصدر، محيط الوسط، في عندي محيط الارداف، ودايما محيط الارداف اللي هو بيبقى اسفل خط الوسط بمسافه تتراوح بالنسبه للاطفال من 10 ل 12 13 سم تقريبا، ده البعد بتاعه من خط الوسط لخط الارداف. في كمان عندي خط عرض الظهر،
وخط عرض الظهر اللي هو بقيسه من عند من بعد دوران الابط من اليمين للشمال، الفرق ما بين المسافتين ده بيديني عرض الظهر. في كمان مقاس الرقبه، وده بقيس في دوران الرقبه الخاص بالطفل علشان ما يكونش الرقبه بتاعتي لما اجي ارسم الباترون صغيره ما تعديش راس الطفل، او كبيره واسعه قوي فيبقى شكلها مش مناسب وايه ومش لائقه. قال لي في كمان طول الكتف، وطول الكتف ده احنا بنقيسه على طول من نقطه التقاء الرقبه مع بدايه الكم او بدايه الذراع. في كمان عندي محيط الذراع، وده بقيسه من ايه؟ من على دوران الذراع في اوسع منطقه في الجزء العلوي في ذراع الطفل. في محيط الرزغ اللي كنا بنقول عليه من شويه، اللي باخده منين؟ من نهايه الذراع بتاعي مع بدايه ايه؟ الكف بتاع الايد. في عندي عمق الابط، وممكن نبص هنا كده اهو في الجدول، في الجدول بتاعي سوري، هنرجع تاني اهو للجدول. قال لي الجدول بتاعي فيه عندي عمق الابط، وده اللي هو نهايه حرده الابط الاماميه والخلفيه. طبعا احنا بناخد المقاسات دي من على ظهر الطفل، فانا باجي اخد عمق الابط الطول بتاعه بيكون بدايه من خط الكتف الى ايه؟ الى نهايه حرده الابط. في كمان الطول من الرقبه للخصر اللي كنا بنقول عليه من شويه، لازم علشان اقيسه او احدده اعمل ايه؟ اربط حزام او اربط شريط على دوران وسط الطفل علشان يبقى من السهل عندي ان انا اخد الطول بتاع الظهر او الطول من الرقبه لغايه خط الوسط، وبنسميه طول الظهر او بنسميه الطول من الرقبه للوسط. في كمان عندي ارتفاع العنق، وارتفاع العنق ده اللي هو بلاقيه الطول الكلي الخاص بالطفل عندي، بيبدا من نهايه من بدايه العظمه الى ايه؟ الى الارض. بستخدمه امتى؟ بستخدمه لو انا مثلا الطفل عندي عاوز يلبس جلباب، جلابيه زي بابا او زي عمه او زي جده، شايف جده، فطبيعي الطفل بيحب ان هو يقلد الكبار، فانا عندي طفل 4 5 سنين لا محتاج ان انا ارسم له باترون خاص بالجلباب، فبضطر ان انا اخد الطول الكلي او بسميه طول العنق اللي هي من بدايه العظمه البارزه اللي في ظهر الطفل الى ايه؟ الى نهايه الارض. ايه تاني في المقاسات انا بحتاجه في الجدول بتاعي؟ قال لي في كمان ارتفاع الجسم، وارتفاع الجسم ده يا اولاد لازم الطفل يكون قاعد على كرسي، وابدا اقيس من خط الوسط الى نقطه المقعده اللي هي ايه؟ نقطه التقاء الكرسي بجسم الطفل، يبقى انا ده اسمه ايه؟ اسمه ارتفاع جسم الطفل. في كمان الطول من الخصر للركبه، الطول من الخصر للركبه اللي هي دي. قال لي الطول من الخصر للركبة ده لو انا مثلا هرسم جونيلا او هرسم شورت بحتاج المقاس ده، او لو برسم بنطلون عشان اظبط المقاسات الخاصة بالبنطلون بتاعي، فلازم احدد الطول بتاعي من الخصر الى الركبة. ايه تاني؟ قال لي كمان بحتاج الطول الداخلي للرجل، وده بيبقى من نهاية جسم الانسان او من نهاية جسم الطفل الى الارض عشان احدد بناء عليه الطول ايه؟ طول البنطلون من الداخل لو انا برسم بنطلون خاص بالطفل اللي موجود عندي. ايه تاني؟ قال لي بحتاج كمان طول الكم، وطول الكم ده بيتوقف على شكل الموديل او التصميم، بس هو في العادي بيديني طول الكم الطول الكلي اللي بداية من خط الكتف الى نهاية الذراع عند ايه؟ عند الرزغ او عند الكف. وانا طبعا على حسب التصميم، لو انا محتاج كم قصير بشوف شكل التصميم والابعاد بتاعته وباخد ارسم كم قصير، لا انا عايز الكم طويل وهركب فيه اسوره باخد المقاس بتاعي من على الجدول بتاع المقاسات. ايه تاني في المقاسات؟ قال لي بحتاج كمان محيط الراس بتاع الطفل اهو، دائره الراس، دوران الراس انا بحتاجه، لان ممكن جدا الطفل بتاعي احيانا في اطفال تبقى راسهم كبيره وراسهم صغيره، عشان اخلي الموديل بتاعي او التصميم بتاعي يعدي بسهوله من دوران الراس احيانا طبعا باخد المقاس بتاع دوران الراس، وده كمان ممكن بحتاجه لو انا برسم سلوبيت الطفل، فبيكون من السهل او من الضروري ان انا اخد المقاس بتاع دوران الراس بالنسبه للاطفال. وكمان باخد الجذع بتاعي اللي هو من عرض من خط الكتف لغايه خط الوسط بميل بحيث ان هو يديني المقاس الخاص بيا. دي المقاسات لو احنا اتكلمنا عنها بالنسبه للجدول، الجدول اهو عرفنا المقاسات بتاعتي انا باخدها ازاي، والمقاسات دي انا ببدا ان انا استخرجها على حسب نوع التصميم اللي انا هرسمه. يعني ايه حسب نوع التصميم؟ يعني انا لو هرسم فستان هحتاج له مقاسات غير لو انا هرسم بنطلون، غير لو انا هرسم جونيلا، طبيعي ده حاجه اكيد وحاجه اساسيه، يعني انا هرسم
فستان للطفل بحتاج دوران رقبة، بحتاج دوران وسط، دوران اكبر حجم، بحتاج الطول الكلي للطفل، بحتاج دوران الذراع لو انا عندي كم، بحتاج مثلا لو الكم بتاعي فيه اسوره، بحتاج محيط الرزق، بحتاج عمق الابط. الكلام ده امتى؟ لما انا برسم فستان للطفل. لا ده انا هرسم بنطلون، واو البنطلون ده انا مش هحتاج كل اللي انا كنت بقيسه ده غير حاجه واحده، هي مين؟ دوران الوسط، وبعدين ابدا اخد كل الاجزاء الخاصه بالجزء السفلي للطفل عندي. بنطلون هرسم، هحتاج دوران وسط، دوران اكبر حجم، ابدا اخد الاطوال الخاصه من الوسط لغايه الركبه، من الوسط لغايه نهايه الرجل البنطلون، اخد ارتفاع الجسم، كل دي مقاسات انا بحتاجها خاصه بالبنطلون. يبقى انا على حسب القطعه الفنيه اللي انا بستخدمها بستخرج مقاساتي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي انا هستخرج المقاسات. قال لي زي ما قلت اول حاجه انا بحدد عمر الطفل، سوري بحدد الارتفاع للطفل، وبعدين بحدد العمر بتاعه. زي ما قلنا في حالة وجود اختلاف انا بعمل ايه؟ باخد بناء على الطول للطفل، لان ممكن جدا يكون الطفل قصير شوية مش متناسب مع اقرانه او اطول من اقرانه، فانا في الحالة دي ببقى محتاجة ان انا اخد على حسب طول الطفل. وبعدين قلت بحدد كمان القطعة الفنية واستخرج المقاسات. طيب هنيجي نتكلم سوا على ازاي ابدا ارسم كورساج. ومعنى كلمه الكورساج كاسم وكمسمى يعني معناها باترون. والباترون قال لي ده عباره عن ايه باترون وكورساج؟ ايه الكلام الكبير ده؟ قال لي لا ولا كلام كبير ولا حاجه، الكورساج والباترون هم حاجه واحده، والباترون هو عباره عن رسم هندسي انا برسمه مكون من مجموعه من الخطوط. الخطوط دي برسمها بطريقه هندسيه، ولما برسمها بطريقه هندسيه مش بطريقه عشوائيه، لا ده ليها تقسيم معين بجداول خاصه بطريقه معينه وليها ابعاد معينه واضافات اساسيه انا بستخدمها. يعني انا لما اجي ارسم باترون كورساج، على فكره باترون الكورساج خاص بالجزء العلوي للجسم، غير لو انا برسم باترون بنطلون، مش هقول عليه كورساج، لا لا لا، الكورساج ده خاص بالجزء العلوي لجسم الانسان سواء اطفال او ايه او سيدات او رجال، ده الباترون بتاع الجزء العلوي اللي هو الكورساج. طيب قلت معنى كلمه الباترون هو ايه؟ هو مجموعه من الخطوط، تعالوا نشوفها كده اهي، بيقول لي مجموعه من الخطوط بترسم بطريقه هندسيه. برسمها ازاي؟ قال لي بناء على تقسيم، لازم اقسم، والتقسيم ده متعارف عليه واحنا كلنا حافظينه وهنحفظه سوا مع بعض وهنتمرن عليه، ازاي بعمل التقسيم الخاص بايه؟ بالباترون بتاعي لكل قطعه فنيه ليها طريقه معينه. وبعدين ببدا ان انا ارسمها بشكل هندسي بحيث ان هي تمثل لي الباترون بتاعي للجزء الامامي والجزء الخلفي. طيب لما اجي ارسم باترون، قال لي في حاجه، انا دلوقتي عندي دلوقتي شغاله على اطفال، وانا لما هرسم في المدرسه هرسم في كراسه صغيره اسكتش، الاسكتش ده مقاسه ايه؟ تمن فرخ كانسون، فمقاسه صغير، ازاي هرسم باترون خاص بالطفل؟ وبعدين ده انت بتقولي لي كمان ان في الترم الثاني هناخد قمصان رجالي وهناخد بنطلونات رجالي، ازاي هرسم الباترون ده في الاسكتش بتاعي الصغير؟ قال لي لا، احنا هنا بنبدا نرسم الباترونات بتاعتنا يا اولاد بحاجه اسمها مقياس الرسم. ومقياس الرسم ده انا بصغر بيه الباترون بتاعي. يعني ايه اصغره؟ يعني انا برسمه بس بشكل مصغر بنفس النسب الخاصة بيه. ممكن ارسم في الاسكتش بتاعي بالنسبة لباترونات الاطفال بمقياس رسم 1:2، معناها ان انا بعد ما اعمل التقسيم بتاعي واعرف المقاس اللي انا محتاج ارسمه اقسم النتيجة النهائية على 2. بس على فكرة ده كده في ورقه خارجيه من غير ما حد يشوفك، لكن انت بتيجي او لكن انت لما بتيجي ترسم في الباترون فعلا في السكتش بتكتب المقاس الفعلي اللي انت طالع من نتيجه التقسيم، وبينك ما بين نفسك بتكون عامل ورقه خارجيه بتعمل فيها المقاس اللي انت مصغره اللي هو ايه؟ بمقياس الرسم. ممكن يطلب مني مقياس رسم 1:2، يبقى انا بقسم مقاساتي على 2. ممكن يطلب مني مقياس رسم 1:3، يبقى انا بصغر مقاساتي للتلت. لما باجي ارسم باترونات خاصة بالملابس الرجالي او الحريمي السيدات بتبقى مقاساتها كبيرة، بيطلب مني رسم الباترون بمقياس رسم 1:4، واو بنقص للربع عشان الاسكتش بتاعي يكفي، وعشان اقدر بعدين اتخيل ان الحاجات دي قماش وابدا انفذ الباترون بتاعي على قماش اللي هو الورق اللي موجود عندي، هيكفي ازاي الاسكتش؟
فلازم اصغر. يبقى انا عندي مقياس الرسم، في منه مقياس رسم 1 لـ 2، 1 لـ 3، 1 لـ 4، 1 لـ 5 لو انا عايز. على فكره الخرائط اللي احنا بنشوفها في ماده الدراسات الاجتماعيه، في ماده الجغرافيا دي كلها، لو بصينا في من تحت خالص في الخريطه بتلاقي مكتوب من قياس رسم من 1 إلى 2 مليون لـ 3 مليون. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مصغره بمقياس رسم خاص بيها، لكن هي كلها بنفس المقاسات الايه اللي موجوده في الطبيعه، بس مصغره بمقياس الرسم. ده بالنسبة للبطرون. يبقى احنا عرفنا معنى كلمة البطرون هي ايه، هي مجموعة من الخطوط بترسم بطريقة هندسية، وانا بقسمها بايه، بطريقة معينة، وبعد كده ببدأ ان انا انفذها على الورق الخاص عندي بمقياس رسم 1 لـ 2 يبقى نص البطرون، 1 لـ 3 يبقى تلت البطرون، 1 لـ 4 يبقى ربع البطرون اللي موجود عندي. طيب تعالوا كده نشوف احنا هناخد ايه دلوقتي. قال لي انا هبدا ارسم يا اولاد نموذج الاساسي للكورساج، سوري هاخد ايه، هبدا ارسم الباترون بتاعي. محتاج المقاسات، ايه المقاسات اللي انا محتاجها؟ قال لي محتاج كورساج جزء علوي مش جزء سفلي، هحتاج مين؟ دوران صدر، هحتاج دوران رقبه، دوران خصر. على فكره الباترون بتاعي اللي انا هرسمه ده لطفل سن 5 سنين، ممكن يبقى مقاس اكبر او اصغر على حسب، على حسب التصميم والموديل اللي موجود عندي، ما تفرقش هو المقاس قد ايه، بس انا بناء على ما هو قال لي في المساله بتاعتي او في التمرين او في الطلب اللي هو طلبه مني، قال لي انا هرسم باترون لطفل سن 5 سنين، فانا بستخرج من الباترون بتاعي وهرسم مثلا فستان، فانا بحتاج له ارسم الاول الكورساج. قال لي اهو بستخرج دوران الصدر، دوران الرقبه، دوران الخصر اللي اتفقنا عليه اللي هو الوسط، عرض الظهر، طول الظهر، طول الكتف، عمق الابط، كل ده انا بستخرجه من الجدول اللي موجود عندي. طب وبعدين هبدا اعمل التقسيم. وبالنسبه للتقسيم نركز سوا مع بعض. ليه؟ قال لي التقسيم ده احنا بنحفظه عن ظهر قلب. لو انا برسم فستان طفل لازم اكون حافظ نظام التقسيمه. لو انا برسم بنطلون بيكون ليه تقسيمه مختلفه، يبقى انا لازم اعرف التقسيم ده ماشي ازاي. اول حاجة انا لازم احتاجها عشان ارسم الباترون ان انا بحدد عرض الباترون. وعرض الباترون ده على فكرة في ملاحظة مهمة قوي 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 لازم دايما نحطها كده ونبقى فاكرينها زي اسمنا، ان انا لما برسم باترون يا اولاد انا مش برسم باترون للجسم كله، امال ايه؟ برسم نص باترون. يعني ايه نص؟ اصلا انا عندي الجسم الانساني في نوع من التماثل، الناحية اليمين متماثله مع ايه؟ مع الجهه الشمال، الجهه اليمين زي الجهه الشمال، فانا لما برسم برسم نص امام، ونفس الكلام بالنسبه للخلف، نصف النصف الخلفي النصف اليمين متماثل مع النصف الشمال، بعمل ايه؟ قال لي برسم نص الخلف. يبقى انا لما باجي ارسم اي باترون دايما برسم نص باترون. عشان كده تلاحظوا ان انا لما هبدا اخد المقاسات بتاعتي اقسمها باخد دوران الصدر واقسمه دايما على الاثنين. ليه؟ عشان انا اتفقت معاكم ان انا برسم نص امام ونص خلف، ولما ابدا اوزع اجزائي على القماش او اوزع الباترون بتاعي ابقى اوزعه على طبقتين قماش او على قماش متني. في الحاله دي هيتكرر معايا، لو انا برسم نص امام هيتكرر معايا النص الثاني، لو انا برسم نص خلف بيتكرر معايا النص الثاني، ونفس الكلام بالنسبه للكم. بس الكم على فكره انا برسم كم كامل، لان انا عندي لما هاجي اوزع بوزع كمين، فانا بحطه على طبقتين قماش فيطلع لي الكم الثاني من الطبقه السفليه. طيب اول حاجه هحدد مين؟ هحدد عرض الباترون. وعرض الباترون بجيبه منين؟ ده عرض باترون كورساج، باخد دوران الصدر او محيط الصدر واقسمه على الاثنين. وبعدين قال لي ببدا اضيف له 4 سنتي اساسي. ايه ده؟ قال لي دي راحه الباترون. هما لما بداوا الناس اللي صممت الباترونات لقيت ان انا بحتاج 4 سنتي بتساعدني في ان هي تدي الموديل بتاعي او تدي الباترون الاساسي راحه اثناء استخدامه او اثناء عمليه الايه؟ الاستخدام واللبس. فانا باجي هنا باخد احدد عرض الباترون بتاعي اهو هنشوفه مع بعض، وليكن هنا المقاس اللي احنا كنا استخرجناه كان كام؟ كان 59 سنتي. فانا باخد دوران الصدر
وايه وابدا اهو اقسمه على الاثنين. القانون بتاعي بنحفظ القانون بنحفظه عن ظهر قلب. هنقعد كده بعد ما نخلص هنمسك ورقه وقلم ونحفظ مع بعض عرض باترون الكورساج. بجيبه منين؟ بجيبه من دوران الصدر واقسم على اتنين واضيف للناتج 4 سنتي اساسي. بيطلع عندي كام؟ بيطلع عندي نتيجه اللي هي 33.5، ده على حسب المقاس اللي موجود. لما اجي ارسم، تعالوا كده سوا مع بعض نشوف انا برسم ازاي. اهو انا هرسم، هنرسم سوا. هنجيب كراسه بتاعتنا او الاسكتش الابيض بتاعنا، الاسكتش بتاعنا، وهبدا ارسم فيه. بجيب مسطره وقلم رصاص، ولو سمحتوا القلم الرصاص من فضلكم يكون مبري، لاني انا لما برسم لازم خطوطي تكون نظيفه وتكون الخطوط واضحه. وايه وهبدا ارسم. اول حاجه عشان المستطيل بتاعي يطلع مظبوط وفي نفس الوقت ما يميلش مني يمين او يميل شمال، اعمل ايه؟ قال لي هبدا احدد من اول الورقه بتاعتي، وليكن هنزل كده 2 سنتي واحط نقطه، وهبدا كمان على مسافه تانية اقيس 2 سنتي واحط نقطه. ليه؟ ليه بعمل الكلام ده؟ قال لي علشان لما ابدا ارسم خط عرض الباترون يطلع مظبوط، ما يجيش مايل كده ولا مايل كده. ايه ده؟ ما هو ممكن يطلع مايل مني ويبقى شكله مش مناسب. لا، امال ايه؟ قال لي لازم احدد، انزل كده من اول الورقه بتاعتي زي ما اتفقت معاكم 2 سنتي يمين و2 سنتي شمال، وهبدا اشوف المقاس بتاعي. المقاس بتاعي كان طالع كام؟ كان طالع 33.5 سنتي. طبعا انا لما هاجي ارسمه، احنا كنا قلنا هنرسم بمقياس رسم كام؟ من فاكر؟ ده اطفال، هنرسم مقياس رسم 1 ل2. المقاس طلع 33.5. بيني ما بينكم كده ما حدش سمعنا ولا حد واخد باله، 33.5 انا هقسمها على الاثنين عشان مقياس الرسم، هتطلع لي 16 وكام؟ 16.8 و7. هبدا هنا هثبت الباترون بتاعي اهي على حسب المسافة، وهبدأ اخد عرض الباترون اللي قلنا عليه كام؟ سوري، هيبقى 16 وايه 16.7 اهو لغاية هنا، وهرسم خط رصاص جميل نظيف متحدد عندي، واكتب على الخط بتاعي مباشرة ده مين؟ ده عرض الباترون كام سنتي؟ قال لي 33.5 سنتي، عشان ما انساش، عشان احفظ. ليه بعمل كده؟ عشان وانا برسم احفظ. جبته منين؟ جبته من دوران الصدر، قسمته على الاثنين وضفت له 4 اساسي. طب وبعد كده؟ قال لي محتاج اخد طول الباترون. انا برسم مستطيل يا جماعه، المستطيل ده لازم ليه اضلاع طول وعرض. لما اجي ارسم الطول بتاعه، انا هنا هشوف المسافه بتاعتي كام من اول الورقه اهو، وليكن المسافه دي هنا، هبدا اخدها على مسافه تاني لتحت. ليه؟ علشان طول المستطيل ما يملش مني، يطلع خط مستقيم. طيب طول الباترون كام؟ قال لي طول الباترون بيساوي طول الظهر. طول الباترون بيساوي طول الظهر. هو مديهوني في الباترون بتاعي في الجدول، كان مديهوني كام اهو في الجدول بتاعي يا اولاد؟ اهو طول الباترون اللي هو طول الكورساج اللي انا برسمه بيساوي طول الظهر، قال لي بيساوي 25.6. 25.6 ده المقاس الطبيعي. انا شغال بمقياس رسم 1 ل2، هقسم على الاثنين، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 12 سنتي و8 من عشرة اهو، هقيسه 12 سنتي و8 من عشرة. حددت طول الباترون بتاعي، هكتب هنا كده علشان ما انساش ده مين. قال لي ده كان خط طول الظهر يا ولاد، كان خط طول الظهر. وهبدا ان انا اعمل ايه؟ انزل بالضلع من الناحيه الثانيه علشان اقفل المستطيل بتاعي. سوري اهو، وهقفل المستطيل. انا كده عملت الخطوة الاولى لرسم الباترون بتاعي. بعد كده قال لي هبدأ احدد حدة الرقبة الخلفية. حدة الرقبة الخلفية هو مديهاني ثابت كده على طول كام؟ قال لي سنتي
واتنين من عشرة، سنتي واتنين من عشرة. فأنا هبدأ هنا كده هقيس السنتي واتنين من عشرة بعد ما أقسمهم على الاتنين، يعني 6 ملي أهو، وبحدد ده عمق الرقبة سنتي واتنين من عشرة، ده عمق رقبة إيه؟ الخلف. طيب الحربة نفسها عرضها كام؟ قال لي استنى، ده انا عندي هنا لما هاجي ارسم الحردة ببدأ اعمل ايه؟ قال لي في تقسيمة صغننة كده لازم احفظها. تاني قال لي لازم ايه بقى؟ دوران رقبة الخلف بجيبه منين؟ قال لي باخد خمس الحردة اهو، باخد خمس دوران الرقبة، خمس محيط الرقبة، ونقص منه 2 من 10، ونقص منه 2 ملي، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي دوران الرقبة بتاعة الخلف، وهبدأ ان انا اقيسه اهو من اول الباترون لغاية على خط الباترون العلوي لغاية ما يجيني 5.4 اللي هي مقاس دوران رقبة الخلف. انا باجي هنا اهو معاكم، تعالوا نرسمها سوا هنا على الباترون بتاعنا اللي احنا بنرسمه اهو. هاخد المقاس بتاعي 5.4 اهي، وهوصل بدوران خفيف، انحناء خفيف اهو. اوعوا حد وهو بيوصل دوران الرقبة يعملها كده. ايه ده؟ ايه ده ده؟ لما اجي انا احط على قماش طبقتين هلاقي ان دي عملت لي كده. ينفع؟ قال لي لا، دي لازم تبقى هنا منتهية بخط مستقيم، جاية انحناء خفيف وماشية معايا بخط مستقيم. ده بالنسبة لدوران رقبة الخلف. جبته منين؟ جبته من خمس دوران الرقبة وطرحت منه 2 ملي او 2 من 10. بعدين قال لي في عندي حاجة تانية اللي هي خط ميل الكتف. تعالوا ناخد خط ميل الكتف لما هاجي ارسمه. قال لي خط ميل الكتف اي مقاسات يا اولاد هقيسها دلوقتي؟ هقيسها من بعد ما انا ايه؟ من بعد ما انا حددت نقطة عمق الرقبة. حددت نقطة عمق رقبة الخلف، هبدأ منها اقيس ميل الكتف، هقيس خط عمق الابط. المقاسات بتاعتي بقيسها من بعد ايه؟ من بعد دوران الرقبة. طيب تعالوا كده نشوف اهو ميل الكتف بحدده ازاي؟ قال لي بحدده عن طريق ان انا باخد عمق الابط، عمق مقاس الابط اللي موجود عندي، اخد الربع بتاعه، اخد الربع واطرح منه 2 سنتي. يبقى انا باخد ربع عمق الابط اطرح منه 2 سنتي، هيطلع معايا 1.6. هبدأ اقيسه من بداية الرقبة لاسفل السنتي وستة من سنتي وستة من عشرة، يعني عندي هيبقى بالمقياس الرسم هم 8 ملي. ومن النقطة دي يا أولاد برسم خط أفقي، خط موازي لخط الباترون، بس الخط ده بدون مقاس ومش كامل، مش لآخر الباترون، باخده هنا كده أهو وليكن بالنظر كده لغاية نص الباترون بتاعي. إيه الخط ده؟ قال لي ده خط ميل الكتف، أو بنسميه خط ارتكاز الكتف. طيب وبعدين قال لي في كمان خط تاني اللي هو ايه؟ خط عمق الابط. وخط عمق الابط ده انا باخد عمق الابط واضيف له سنتي، وبلاقيه هنا كده بيطلع معايا 15.4. واخده انا ده المقاس الطبيعي 15.4. انا هعمل ايه؟ هبدا اقسمه على الاثنين، هيطلع معايا اهو 7.7، وبحدد خط مين؟ خط عمق الابط، وبرسم خط افقي اهو لاخر الباترون. انا لازم اشتغل بقلم رصاص وقلم رصاص مبري علشان بعد كده لما ابدا احدد اجزائي والونها تبقى الالوان واضحه، ويا ريت يفضل القلم الرصاص يكون لونه افتح من اللي انا كمان برسم بيه، محدش يشوفه غيرك او غيرك، علشان لما تبدا تلون تبقى الالوان جميله ونقيه. القلم الرصاص كل ما كان لونه تقيل بيبقى طبعا بيضيع معايا
المعالم بتاعة الباترون، وبيخلي شكله مش حلو ومش ايه مش نظيف. فانا عشان كده بقولك لازم نرسم قلم رصاص ويكون نظيف وسنه رفيع. طيب انا كده اخدت ايه، بديت حددت عرض الباترون بتاعي، وحددت محيط الرقبة الخلف، وحددت خط ميل الكتف، حددت خط عمق الايه الابط. تعالوا نكمل، عايزه اخد خط ايه، خط عرض الظهر. ولما اجي اخد خط عرض الظهر يا ولاد بلاقيه اهو، تعالوا كده، باخد نص الخط اللي انا رسمته ده دلوقتي على طول، باخد نص عرض الظهر. هو مديني مقاس العرض، مقاس العرض غير الطول. طيب انا باخد مقاس عرض الظهر وهبدا ان انا اضيف له نص سنتي اهو، باخد نص عرض الظهر واضيف له نص سنتي، بيديني النتيجه 12.7. ده المقاس الطبيعي. هقيسه فين؟ على الخط بتاع عمق الابط ده، هقيس ال 12.7، هتبقى عندي كانها اهي 6.3 اهي، وبحط النقطه، بحط النقطه اطلع بيها ارسم بيها عمود راسي لاعلى اهو، يقابل خط ميل الكتف. المسافه دي ايه؟ المسافه دي جبتها منين؟ المسافه دي جبتها من نص عرض الظهر زائد نص، وطلعت بيها عمود، العمود ده وقف فين؟ عند خط ميل الكتف. طب بعد كده قال لي تعالى نرسم ميل الكتف او الخط الكتف. خط الكتف هو قال لي عليه كام سنتي؟ هو مديهوني في الباترون على فكره، في الجدول كان مديني الكتف في الجدول 8.2، مديني في الجدول الكتف 8.2. انا هضيف له 3 مللي اساسي، هضيف له 3 مللي اساسي. على فكره لما المقاس بيكبر، كل ما المقاس بتاع الباترون بتاعي بيكبر، ال 3 مللي دي بتزيد شويه شويه لغايه ما ناخدها في المقاسات الرجالي والحريمي او السيدات بتبقى سنتي كامل. ليه بضيف الاضافه دي او الاساسي ده على خط الكتف؟ قال لي لان دايما خط الكتف يا اولاد من الخلف بيكون فيه بروز من ورا، فانا لازم اريح البروز ده او الانحناء اللي موجود في خط الكتف الخلفي، فبيبقى على هيئه تشريب خفيف انا بوزعه في خط الكتف، علشان ما اجيش البس القميص او الفستان او المنتج اللي انا بنفذه حتى لو انا شخص كبير والاقي الكتف شادد او مش مريح. احيانا نيجي نلبس بعض المنتجات مثلا قميص ويكون مقاسه اصغر من مقاسي، ابص الاقيه بيعمل ايه، تك 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 تك، ايه ده، الكتف بيتقطع او حركه الابط بتتقطع. ليه؟ لان الكتف مش مرتاح، مش مقاسي، اصغر مني، فبلاقيه بيتقطع مني بسرعه وممكن يبقى مش مظبوط ومش مرتاح في الحركه وفي الاستخدام. عشان كده لما باجي اخد طول الكتف لازم اضيف له، بالنسبه على فكره انا بتكلم طول الكتف الخلف، هو حد يفتكر طول الكتف الامام؟ لا، كتف الخلف هو اللي انا بضيف له الزياده دي، تتراوح من 3 مللي لغايه سنتي اقصى حاجه في الباترون بتاعي. طيب انا باجي هنا قلت طول الكتف كان مديهولي في الجدول كام؟ كان 8.2، ضفت له 3 مللي بقي 8.5، واتفقت شغاله بمقياس رسم. هو حد ينسى؟ هعمل ايه؟ هصغرها، هتبقى عندي النص هتبقى 4.2. تعالوا عشان دي فيها حته فنيه مهمه قوي قوي قوي، والكل يبص معايا وانا برسم يشوف بعمل ايه، علشان الكتف بنتلخبط وبنرسمه مش مظبوط. انا عايزه الكل يرسم بطريقه سليمه. تعالوا كده، بمسك مسطرتي وبحط الصفر اهو، هنرسم سوا. تعالوا، ببدا اثبت نقطه الصفر يا ولاد اهي عند بدايه الرقبه بتاعتي بالظبط اهي، وابدا اتحرك بالمسطره. بصوا شايفين انا بتحرك بالمسطره اهو، نون نون، وبتحرك حته 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 حته، ها مين معايا؟ هو حد يقع مني؟ ها، لغايه ما اوصل. خلي بالك انا هنا بتعامل مع خط ميل الكتف، ده حاجه مهمه، هو ده اللي انا برتكز عليه بالطول بتاعي. انا عايزه الكتف بتاعي مقاسه كام؟ مقاسه 4.2 مللي اهو. انا بتحرك بتحرك لغايه ما الاقي ال 4.2 مللي جتني هنا اهي، شايفين؟ واروح راسم خط الكتف. يبقى المسافه من النقطه دي اللي هي بدايه الرقبه لغايه خط الارتكاز، المسافه دي هي دي الخط المايل اللي هو بيساوي 8.5، هو ده طول الكتف اللي انا عايزه. جبته منين؟
وقفت مسطرتي الصفر، وقفته عند بداية الرقبة، وتحركت اتحركت بالراحة 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 لغاية ما وصلت لإيه للمقاس بتاعي على خط ميل الكتف. وبكده أنا يبقى رسمت خط الكتف للخلف. يا ولاد ده هنا الخلف بس، لسه هن إيه هنكمل المعالم بتاعته، وهنا إن شاء الله هيبقى الأمام بس لسه هنبدأ نرسم أجزاء. طيب بعد كده قال لي أنا تقريبا الخلف بدأ يظهر معايا. اهو ده مين ده؟ ده خط نص الخلف. طب نكتب كده؟ لازم اكتب بياناتي جوه الرسم، محدش يكتب بره، لان انا لما هقص الاجزاء بتاعتي، الاجزاء لو هي البيانات مكتوبه من بره هتترمي مع الورقه الخارجيه، امال ايه؟ لازم اكتب من جوه جوه الرسم نفسه. ده ايه الخط ده؟ قال لي ده اسمه خط نصف الخلف. وخط نصف الخلف ده دايما بيكون حاجة اسمها نسيج طولي. يعني ايه نسيج طولي؟ يعني لما اوزعه على الباترون على القماش يكون موازي للبرسل. حد عارف البرسل بتاع القماش؟ فاكرينه عارفينه؟ القماش دايما لما باجي اشتري قماش بيكون عرض القماش ثابت متحدد، ومن الجنبين او من الطرفين في حاجة اسمها البرسل، والبرسل اللي هو بيكون القماش بتاعي فيه نوع من الاتقان بحيث ان القماش ما ينسلش، ومتحدد بيه بداية عرض القماش ونهاية العرض من الناحية التانية. لكن الطول بيكون مفتوح، انا باخد على حسب الطول اللي انا عايزه، لان كل قطعة فنية بتحتاج طول للقماش غير التانية. لو انا بعمل بلوزة هتاخد قماش اقل من لو انا بعمل فستان، غير لو انا بعمل تيير، تيير عبارة عن قطعتين جونيلا مثلا وجيبه، او فستان داخلي كات وعليه جاكيت. الاجزاء دي كل ما بتكبر التصميم بتاعي بيكبر، بلاقي ايه اللي بيحصل؟ القماش بيبقى اكتر، بستخدم قماش اكتر فباخد طول اكتر. وده طبعا هنتعلمه سوا مع بعض واحنا بن ايه واحنا بنرسم الباترون بتاعنا، وهنبدا نعشق بعد شويه. طيب انا لغايه دلوقتي حددت ان ده اسمه ايه، ده خط نصف الخلف نسيج طولي موجود. ايه تاني؟ قال لي ده هنا الكتف، خط كتف الخلف، وهنا دي مين؟ قال لي دي حردة رقبة الخلف. طيب والخط ده؟ قال لي ده خط الوسط، او هو خط طول الظهر. طيب نكمل حتة زغنططة كمان، قال لي انا هوصل هنا في الكتف بتاعي خارج شوية عن الخط ده، قال لي هاجي تقريبا في نص المسافة كده وهوصل بخط مايل خفيف اهو. لغاية دلوقتي انا عملت ايه؟ انا كده رسمت تلات ارباع الايه باترون الخلف. طيب تعالوا نكمل باترون الامام. هعمل مين؟ قال لي زي ما انا بديت هنا في الخلف برقبه الخلف، هبدا برضو في الامام برقبه الامام. تعالوا سوا نشوف انا هعمل ايه. اهو هحدد حده الرقبه الاماميه. ولما اجي احدد حده الرقبه الاماميه، على فكره الرقبه الاماميه هتتركب في الخلفيه، يبقى المقاسات لازم تكون قريبه او تقريبا متماثله او شبه بعض او قد بعض. طيب هاجي هنا عشان احدد حردة الرقبة الامامية، باخد زي ما انا اخدت هنا خمس الرقبة ناقص نص سنتي. باخد هنا خمس الرقبة ناقص كام؟ ناقص نص سنتي. وهبدأ اقيس المقاس بتاعي اهو، بيطلع عندي نقيس كده اهو، هيطلع اتنين تقريبا 6 من 10 اهو، عشان بنص مقاس طبيعي، يبقى هنا اهو وحطيت النقطة. طيب عمق الرقبة للأمام، قال لي باخد خمس الرقبة بس ناقص 2 من 10، يعني زي مقاس رقبة الخلف اهو، وهحددها من اول الباترون بتاعي وبحط النقطة بتاعتي من هنا ومن هنا، وابدأ أوصلهم بدوران خفيف أهو. أنا كده رسمت مين؟ دوران رقبة الأمام. طيب إيه كمان؟ قال لي عايز أرسم خط كتف الأمام. خط كتف الأمام يا ولاد عشان أرسمه لازم محتاجة بناءً على كتف الخلف، أنا هنزل من الخط بتاع ميل الكتف ده هنا مقدار نص سنتي، نص سنتي بنص مقاس، انا بنزل كام؟ بنزل نص سنتي.
يعني عندي هنا هيبقى اهو شرطتين، وبرسم خط افقي اهو بدون مقاس قبل حدة الرقبة الامامية وبقف. طيب وبعدين قال لي تعالي نحدد مع بعض كده عرض الامام. هحدد مين عرض الامام؟ عرض الامام عندي هنا اهو، ده لما باجي اخده قال لي باخد نفس المقاس بتاع عرض الظهر اللي خلفي اللي هو نص عرض الظهر زائد نص، ده انا باخده هنا بس ناقص سنتي، ناقص سنتي اهو. يبقى انا باخد نفس المقاس بتاع عرض ظهر الخلف وبنقص منه سنتي، بيطلع معايا كام؟ قال لي بيطلع 11.7. هبدأ اوقف مسطرتي هنا بداية من الصفر. يا ولاد في حاجة مهمة صحيح، اوعوا حد يمسك المسطرة لما يجي يقيس يبدأ من اول البلاستيك، لا انا في عندي نقطة الزيرو، في تدريج، في تقسيم، في سنتي وفي ملي، خلوا بالكم عشان احيانا الناس بتيجي ترسم ترسم من اول البلاستيك، لا ده هو بيعمل ليه جزء خارجي قبل التدريج عشان لو المسطرة اتخبطت ولا السن بتاعها اتكسر ولا حاجة تبقى ايه المقاسات بتاعتي ما تتأثرش وما تبصش. فانا لما بقيس بقيس من بداية التدريج من اول الزيرو، من اول الصفر، الملاحظة دي نخلي بالنا منها. طيب هاجي هنا كده وهبدأ احط المسطرة بتاعتي واقيس عرض الامام اللي هو اتفقت جبته منين؟ جبته من نص عرض الظهر، مسافة الظهر دي ناقص سنتي، طلعت معايا 11.7. اتفقت معاكم بمقياس رسم هتبقى اهي مش مكملة 6 سنتي، وبطلع عمود صغنن كده اهو مقداره بتاع 2 سنتي. طيب نكمل كتف الامام. احنا كنا نزلنا هنا مين فاكر؟ واحدة مصحصحة اهي بتقول لي نزلنا نص سنتي، برافو. نص سنتي ده انا نزلته عشان ده هيبقى خط ارتكاز ميل كتف الامام، خط ميل الكتف بتاع الامام هيرتكز هنا. طيب احنا قلنا من شوية كتف الخلف بضيف له كام؟ ها في واحد هناك شاطر وبيرسم معايا وبيقول لي ضفنا 3 ملي. هنا مش هضيف، انا هاخد هنا عرض طول الكتف زي ما هو بدون اي اضافات اللي هو كان 8.2. وزي ما عملت هنا بالظبط، انا هنا وقفت عند بداية الرقبة وقست طول الكتف، هنا نفس الكلام هقف عند بداية الرقبة وهبدأ اتحرك بالمسطرة اهو. مين بيتحرك معايا؟ مين بيتحرك معايا؟ اها اهو اهو. عايزين كام؟ عايزين قلنا 8.2 اللي هي بمقياس الرسم 4 وملي اهو اهو اهو. هوب قربنا عند المقاس بتاعنا بالظبط، وهوصل خط الكتف بتاعي. انا كده رسمت مين؟ ده كتف الامام اللي هو كان عبارة عن 8.2 سنتي. انا بكتب على فكرة مقاسات طبيعية، لكن احنا عارفين ومتفقين شغالين بمقياس رسم مصغرين باترون. طيب بعد كده قال لي تعالى كده نبدأ نرسم حردة الباط، حردة الابط. هرسمها ازاي؟ قال لي طبعا هنا انا لازم اقفل جزء من حردة الكتف اهي بتيجي هنا معايا. طيب بعد كده قال لي في عندي هنا الدوران الابط انا مش هقدر ارسمه، ليه؟ عشان المسافة دي مش محددة، فين الامام وفين الخلف؟ قال لي باجي هنا اقيس المسافة ما بين الاتنين، ما بين الخط القائم للامام والخط القائم للخلف اللي هو عرض الظهر هنا وهنا، هقيس المسافة دي وهنصفها اهو. انا نصفت، لما نصفتها يا ولاد حطيت نقطة، هاجي جنب النقطة دي وهتحرك ناحية الخلف ناحية اليسار نص سنتي كده، ناحية الايه؟ ناحية جهة اليسار ناحية الخلف هتحرك مقدار نص سنتي. نص سنتي عندك يعني قد ايه؟ يعني 2 ملي. وبنزل بحاجة اسمها خط جديد عندي اسمه الخط الفاصل. اسمه ايه ده؟ الخط الفاصل. ده الخط الفاصل بين الامام وبين الخلف. طيب دلوقتي من السهل
ارسم حردة الابط الامامية وحردة الابط الخلفية كتكملة للايه؟ للحردات اللي موجودة عندي. طيب اهو تعالوا نرسم سوا الحردة للامام والحردة للخلف. هاجي هنا من نهاية بداية من نهاية الحردة الجزء المستقيم وهبدأ ارسم الحردة بتاعتي. ونفس الكلام من ناحية الخلف، جهة الخلف اهو برسم الانحناء او الحردة بتاعت الابط الخلفية. انا كده رسمت الباترون الامامي ورسمت الباترون الخلفي. ده ايه ده؟ ده كورساج، يعني باترون جزء علوي خاص بالاطفال مقاس سن 5 سنوات. طيب في الحالة دي قال لي انا مش في خطوط كتير، الخطوط دي انا بستخدمها في ايدي كلها. لا لا لا، انا بحدد الخطوط بتاعتي. بحدد ايه في الخطوط؟ بحدد دوران الرقبة، خط الكتف، حردة الابط، الخط الفاصل، خط النصف، خط الوسط. دي خطوط اساسية انا بحددها سواء للامام او للخلف. ولما بحددهم بحددهم ازاي؟ افصل ما بينهم ازاي؟ قال لي الامام بلونه باللون الاحمر والخلف باللون الازرق. يبقى الامام بلونه باللون الاحمر والخلف بلونه باللون الازرق. تعالوا نلون سوا. بس استنوا قبل ما نلون هنكمل باقي بياناتنا الداخلية في الباترون نفسه. يعني ايه؟ قال لي لازم اكتب بياناتي عشان ابقى عارف لما انا هلون فين الامام وفين الخلف، فين خط النص، فين خط الكتف، لو في حاجة لسه ما كملناهاش. تعالوا نكمل بياناتنا ونلون الباترون سوا مع بعض. اهو هاجي هنا كده، الخط ده احنا كنا كتبنا عليه خط نصف الخلف نسيج طولي. نفس الكلام الناحية التانية، الناحية الجهة اليمنى، بكتب عليه خط نصف. بس ده ايه؟ ده الامام اهو، برضو بقول عليه نسيج طولي. يعني معناها لما باجي اوزعه بحطه او بوزعه موازي للبرسل. هنا كتبت امام، هنا كتبت خلف، هنا اكتب حردة ابط الخلف، هنا حردة ابط، سوري دي الامام، هنا حردة ابط الخلف. كتبنا هنا كتف الامام، نكتب هنا حردة رقبة الامام، وهنا كاتبين حردة الرقبة الخلفية. طيب انا كده عملت ايه؟ كتبت بياناتي، وهنا كاتبين ده وسط، ادي كلمة خط الوسط. دي كده الباترون بتاعي اجزائه متحددة ومكتوبة، وكلها مكتوبة جوه الرسم، مش عايزة اكتب حاجة بره، لان اتفقت معاكم لما انا بشف وببدأ اوزع لو انا البيانات مكتوبة خارجية هتتقص وهتترمي وهتضيع وهتفقد. طيب تعالوا نلون. قلت الامام ايه؟ سمع حد بيقول احمر، برافو برافو، الامام احمر والخلف ازرق. هنمسك القلم الاحمر وهبدأ الون باتروني جهة الامام. اهو هنلون الاجزاء اللي انا بحتاج اقص عليها، الاجزاء اللي انا هستخدمها في التفصيل وفي التنفيذ وفي الخياطة، هي دي الاجزاء الضرورية. هاجي هنا اهو هرسم خط النص، هلون سوا، هنلون سوا مع بعض اهو. ده خط نص الامام، طبعا انا بلون بقلم خشب يا اولاد مش قلم فلوماستر، وبلون الحردة. الخط الفاصل بيبقى جزء احمر جزء ازرق، خط الوسط معلش اهو، خط الكتف، وحردة الرقبة. ده كده الامام بتاعنا. نلون الخلف اهو باللون الازرق، خط النص من عند الرقبة الاسفل، وكمان خط الوسط، الخط الفاصل، حردة الإبط، خط الكتف، حردة الرقبة، وادي انا كده عملت ايه النهارده. خدنا سوا مع بعض ازاي انا برسم باترون الكورساج
برس ازاي النهارده، برس ازاي اتعلمنا سوا مع بعض النهارده ازاي احنا بنرسم باترون الكورساج، وعرفنا التقسيمه الخاصه بالباترون هنحفظها عن ظهر قلب، واتمنى نتمرن عليها، ويا ريت نرسم باترون بمقياس رسم 1 لـ2 1 لـ3 كنوع من التجربه، الى ان نلتقي المره القادمه. هناخد باترونات للفساتين وللقمصان، وهنتعلم سوا مع بعض ازاي نرسم موديلات مع بعض، هنتمرن وهنحفظ وهنتقابل المره الجايه ان شاء الله. الى ان التقي، باي باي.